حاليا نقدر نقول وداعا لجلسات الغسيل الكلوي. مرحبا اصدقائي، كيف حالكم؟ اهلا بكم ويانا فيديو جديد. قبل لا نبدا بالفيديو اشتركوا بالقناه وخلونا لايك. اختراع جديد راح يحقق ثوره في مجال الطب وراح يوقف معاناة الملايين من اللي ينتظرون جلسات الغسيل الكلوي أو بانتظار متذرع للتبرع بالكلية. قام مجموعة من علماء الهندسة الطبية في جامعة كاليفورنيا بصناعة كلية اصطناعية، ويمكن زراعتها في جسم الإنسان وتعمل عمل الكلية الطبيعية. والجدير بالذكر أنه نسبة رفض الجسم لهذه الكلية الصناعية هو 0%، يعني المريض ما يحتاج ياخذ أدوية مثبطة للمناعة بعد زرع الكلية. الجهاز تم تجربته معمليا على الحيوانات بنجاح، وتبقى تجربته على الإنسان قريبا إن شاء الله، ومن المتوقع البدء بزراعته في بداية 2022. إذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشاركه يا أصدقائك حتى يستفادوا، وإذا ما كنت مشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. نشوفكم فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know feeling low.